ألعاب القوة أقدم أنواع الرياضة التي مارسها الإنسان، وتتضمن فروعاً متعددة مثل المشي والجري والقفز والرمي. عرفها أحد اختصاصي الطب الرياضي بقوله: إذا كان الإنسان يمشي بعضلاته ويجري برئتيه ويسرع بقلبه فإنه يصل إلى الهدف بذكائه. يرجع تاريخ مسابقات ألعاب القوى إلى أقدم العصور، وارتبطت هذه المسابقة بتاريخ الإنسان منذ فجر التاريخ، حيث كان مضطراً للسعي وراء رزقه يجوب الغابات والصحارى لجلب قوته وقوت أولاده. فالغابة التي كانوا يعيشون فيها مليئة بالموانع الطبيعية التي كانت تتمثل في الهضاب والقنوات والمرتفعات والأشجار والشجيرات، الأمر الذي جعل من هذه الغابات ميداناً طبيعياً يحتم على من يعيش فيها أن يجري ويثب ويتسلق ويقفز حتى يمكنه أن يتغلب على هذه الصعاب. وتعتبر ألعاب القوى مقياس التقدم والنهضة للدول المتحضرة، وذلك لأهميتها في مجال التربية الرياضية، فهي أساس لجميع الأنشطة الرياضية. قصتي مع الرياضة بدأت تقريباً في سن 14 سنة، كنت في أولى متوسط. كان عندنا الأستاذ والكابتن سلطان مطيري، وكان أخوي بعد سعد الظفيري لاعب سرعة، فقرأ الاسم إبراهيم رمي الظفيري فقال لي أخوك سعد، فهني كانت بداياتي، جابني النادي وهني بداية دخولي لألعاب القوة. المشوار الرياضي تقريبا بدأ من المراحل السنية من فئة الأشبال، وبداياتي كانت بنادي الجهرة، وكنا لاعبين مسافات، كنا نلعب ضاحية، وتتوجنا فئة الأشبال بالمركز الأول في ضاحية أندية الكويت. أما بالنسبة للمشوار الخارجي بدأ 2005، لعبنا منتخب الكويت ضاحية في دبي، ويعني بدأت عاد الإنجازات الخارجية في المضمار في 800 متر في 2012، أول ميدالية خارجية كانت في بطولة غرب آسيا في الإمارات، ميدالية ذهبية، والميدالية الثانية كانت في بطولة آسيا داخل قاعة مغلقة في 2014، وبعدها صار في توقف فترة إصابة، ورجعت في 2017 هني حققت ذهبية آسيا في الهند في أوديسا، تأهلت إلى بطولة العالم في لندن، ولعبت بطولة العالم في لندن وتأهلت سيمي فاينل. وبعدها في 2018 كانت عندنا بطولة إيران داخل القاعات المغلقة، بطولة آسيا، حققت المركز الثالث في سباق 800 متر. وبعدها كانت عندنا في 2019 بطولة آسيا في الدوحة، حققت فيها المركز الثاني بعد في سباق 800 متر. وكانت آخر ميدالياتي في كازاخستان في 23 داخل قاعة ذهبية آسيا، وبرونزية بانكوك آسيا في أوتدور. هذا بالنسبة للإنجازات الخارجية على مستوى المنتخب. أما الإنجازات المحلية فالحمد لله يعني مسيطر على المركز الأول من سنة 2014-15 إلى السنة اللي فاتت في سباق 800 متر، ومرات يعني أشارك في سباق 1500 متر. أفضل إنجازات كان سباق أوديسا في الهند ذهبية آسيا، لأن
ما كنت مرشح للأمانة، وكنت مستبعد، وكنت آخر المتأهلين. تأهلت في أفضل توقيت، والحمد لله قدرت أني أحقق الميدالية الذهبية، وهذه يعني تعتبر أعز أو أفضل إنجاز عندي يعني. الداعم الأول لإبراهيم رمي الضفيري هو الكابتن والمدرب والأب الروحي للفريق يعني، الكابتن سلطان الطيري. هو طبعا اللي اكتشف إبراهيم، هو اللي جاب إبراهيم لعبة ألعاب القوة، وخلال مسيرتي كان هو الداعم الأول، سواء كانت بالمعسكرات أو يعني بالتدريب أو حتى في زرع الثقة بإبراهيم. فدائما يعني كان حتى في البطولات اللي ما يكون متواجد فيها يكون حريص انه يتواصل معي، والبطولات اللي يكون متواجد فيها يكون يعني يحاول انه يوفر لي الظروف والاجواء البطوله. فتقريبا هو الداعم لابراهيم يعني، وما انسى الفضل له يعني، فضل الله ثم للكابتن سلطان الطيري. طبعا سبب اختياري للعبه للامانه يعني اللعبة هي اللي اختارتنا عن طريق الكابتن سلطان المطيري، فشاف فينا الإمكانيات إن ممكن إن نكون لاعبين ألعاب قوة، ممكن إن نكون نوصل يوم من الأيام ونكون أبطال بهذه اللعبة. فطبعاً هو اختارنا إن نكون لاعبين، وهو اللي يعني بعد الله سخر وقدر يهيئ الظروف لنا، والحمد لله عاد هني بدأت يعني لما مع الإنجازات بدينا نحب اللعبة واخترناها. الصعوبات اللي دائما تواجهنا واعتقد تواجه كل اخواني اللاعبين اللي هي الجو، مرات بالصيف احنا نخلص الموسم الأندية في شهر 4 فالأجواء تكون زينة، بس يبدأ الموسم الخارجي في شهر 6 فهني تكون أجواء صعبة يعني إن نمارس تداريبنا اليومية لأن الجو حار، فنضطر هني إن نروح معسكرات، وللأمانة المعسكرات مو كل مرة تتوفر لنا، فمرات حنا نروح على حسابنا، مرات الاتحاد يعني مشكورين يتكفلون بالشيء هذا. فدائما الصعوبات اللي نواجهها تقريبا هو الجو الدرجة الأولى. أما الصعوبة الثانية اعتقد ان مرات يعني نحتاج ان نكون نشارك في بطولات خارجيه اكثر، فما نقدر يعني نوفر لبعض اللاعبين الظروف هذه او البطولات هذه، فتقريبا اقدر اقول ان المشاركات والجو هي اصعب الظروف اللي نواجهها. طبعا في بطولتين يعني اللي ما انساهم ورفعت فيهم علم الكويت، هي طبعا ذهبية كازاخستان في 2023 في داخل قاعة، لكن اللي يعني أقوى شعور إني لما رفعت علم الكويت كانت في الهند أوديس 2017، لأن كان الملعب مليان بالجمهور، ولما ترفع العلم الكويتي بالمحافل الدولية هذه شعور يعني كبير وفخر للأمانة، لأن أنت توصل رسالة أن إحنا كلاعبين كويتيين أننا قادرين ننافس في هذه المحافل، سواء على مستوى القارة أو على مستوى يعني الدولي، أننا قادرين نوصل وقادرين ننافس، والحمد لله يعني قدرنا نرفع علم الكويت في هذه المحافل. إن شاء الله يعني عندنا أهداف خلال هذا الموسم، أولها بطولة آسيا في إيران في فبراير، والهدف الثاني إن شاء الله التأهل لأولمبياد باريس 2024. طبعا لإخواني الرياضيين أو أي شخص يعني في مجاله، لابد أنك أنت يعني تحب هذا الشيء، لما أنت تحب الشيء هذا راح تبدع فيه. أنت ممكن يجيك مدرب يعطيك الاهتمام، يعطيك التداريب، يعطيك الفكرة، يرسم لك الطريق،
لكن إذا أنت كنت من داخل ما عندك رغبة فهذا هو الوحيد اللي ما يقدر هو يعطيك إياه المدرب. فدائما حفز نفسك وزيد من رغبتك بالإنجاز وبإذن الله قادر توصل. كلمة أخيرة، يعني أشكر أخواني في اتحاد ألعاب القوة واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة على تسخير كافة الإمكانيات والدعم من خلال المعسكرات، وشاكر برنامجكم قصة إنجاز على إتاحة الفرصة والظهور بهذا البرنامج.